نتحدث عن زيارة غير معلنة لوزير خارجية باكستان إلى كابول، تفضل. طبعا هذه الزيارة يعني بدأت منذ أن انتهى حقيقة شهدنا مؤتمرا في العاصمة الروسية موسكو لاجتماع 10 دول ممثلين من دول العالم فيما يتعلق في الجلوس مع حركة طالبان وفيما يتعلق بالاعتراف في حركة طالبان. طبعا هذه زيارة مهمة جدا، خاصة وأنها تأتي بعد عدم استجابة عدد من الدول من ضمنها روسيا بأنها لا تريد أن تعترف الآن ولا تريد أن تتسرع حقيقة فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة طالبان، إذا ما لم يكن هناك تسريع فيما يتعلق بتشكيل حكومة شاملة، وهذه الحكومة التي لا زال يصر حقيقة جميع الدول في المجتمع الدولي على تشكيلها، لكن حتى الآن لا يوجد هناك أي يعني إشارات حقيقة من قبل حركة طالبان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. فأعتقد أن زيارة الوفد الباكستاني أعتقد تأتي في هذا السياق ربما لمحاولة حث قادة طالبان على أن يكون هناك الإسراع فيما يتعلق في الإسراع في تشكيل حكومة شاملة، وأيضا كذلك السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس، وأيضا حقوق المرأة وأمور وملفات أخرى. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة جدا مهمة برأيي في هذه التوقيت حقيقة، وأن كما تعلمون أن باكستان لديها حدود طويل مع أفغانستان، ولذلك هناك تبادل تجاري.